الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة الكرام مانتا رنتي ومالين أدوين ومالين إسلام كأردن أيبوتين واجب كي إلهي وكواجب يالي ورمضان كأها وركني أركان إسلام ككمدها ومضى إسلام كأهي إلهي سبحانه وتعالى أمر كيسي بودتي مركا ملك استيجوغان وحان أغوهم بليين إنا ومضى مسلمين تأه غارهان ومضى الصوماليات هدنا ومضى قل مدوك عيد سوق بشيء أتمد فرحة له أيان لو داقي إن أن أوتان يدينه وهم بليينه وحن لين نهاي هم بليو هم بليو أيان لين نهاي إلهي سبحانه وتعالى هنجا أقبله رمضان كي ركن إسلام كأها وأن سوق دني إلهي سبحانه وتعالى هنجا أقبله أنت الحرين هيو ما أنت فرح بدنا إلهي هنقدره وحد أكتهين بالخير بدن بيهيد وإلهي رحمة دي سفران تاي وطبن كهر وحل إرادة والرحمة طبن كدحنا ودن بالداف طبن كوضن بيانا وحوي النار تالق حرية ومد بدن وكمد أمة المحمدية مركا وحن إلهي كبرينا سبحانه وتعالى ولد طبن كهر اللوغن حريستي طبن كدحنا اللوغن دن بدافي طبن كدنبنا اللوغن حرية اي قدنا اي فرح ارنتا اي كفرح سيهين وإلهي وافجي موافقة داس رباني قاه إلهي كو وافجي انو نقد قان إلهي كبرينا وحن إلهي كبرينا لب كتيره والدنيا دي ودن هايستا هي عريرقة هايستا إن إلهي كقاضو وإلهي فضيد وقبدلو وعذر كعافمات كبدلو أيان إلهي كبرينا سبحانه وتعالى إلهي إنو نباكان يتضر عيسى عن أساق أخشوعنو وضاع عديسة قدنو أوامرتيس قادنو نواهيدا ونقر ريبانا عن كديرانو تضر عاسك بعدنا إلهي سبحانه وتعالى ونقفيدو وحا الله وحي لبقه وهي استددك مسلمين تأه ملك استيجوغان تاسيان إلهي كبرينا سبحانه وتعالى مالين تعيده وحيابها شريعة أن إسلام كوي آدي آدو أمانتي وحاكمد أه إن لفرح قليو أو لغفرح يددك مساكين تأه ددك فقارة أه ونوحبه إيسن إن أي كفرح يانكوا وحيستاه وحا آد هيستو وامتحان لغو امتحان أيوه هدي لغو ديدو آن لغو سيونو فقير لغاد ديغان فقر غو امتحان مركا كم وحيستانا وامتحان أيه مدك أن وحبه يسنى وامتحان أيه إن امتحانك كوا كباسا وكو قوليست إلهي نغاد ديغان إلهي واكبر ينا مركا كم وحيستا ها فرح كليو ها كفرحيو سيدا أولاد دي سي أهل كيسا أو فرح قلين أيو ومدى كليتو مساكين تي فقارد أنا ها فرح قليو فرح قلين تاس درتيد يا إلهي وحو واجبنا وغدقاي زكاة اللي إلى زكاة الفطرة زكاة اس وقتك اي واجب ايسا وحابا ويبا وقتك اي دالاتو بش الشوال اللي يرادو رمضان أمادو أي واجب إيسا مركب فرح حاس أي كقيب قادان إيساهو
intii aan waxba haysani waa farxayaano waxaa soo galahaya inta wax haysatay markii ay wax sii lahaayeen oo ay faraxa wada wadaagi lahaayeen oo ay damaashaadi lahaayeen dulqaadkay soo sameeyeen oo ilaahay daacadiisii ay guteen ay isugu tahniyadeyn lahaayeen. Marka waxaan leenahay dadka masaakiintaana ha laga farxiyo oo ha la farax geliyo oo ha loogu tago guryahooda ha la soo bixiyo oo ha lagu farax geliyo inay la wadaagaan kuwa farxayo xoolaha haysta inay faraxa la wadaagaan. Agoomaha waa sidoo kaleeto dadka masaakiinta ayay ka mid yihiin, waa la farax geliyaa, waa laga farxiyaa, fadiilo gaara bay sii leeyihiin weliba agoontu. Waxaa ka mid ah dadka la farax gelinahayo dadka waaweyn ee shiibabka ah duqowshaha ah oo ayakuna fuqarada ah, ayakana waa la farax geliyaaho, waa laga farxiyaa. Inta aan waxba haysan waxay usii kala daran yihiin sida baahidoodu u kala darantay usii kala daran yihiin. Marka maalmaha faraxa in aad isku daydaa lagaa rabaa haddii Ilaahay wax kuu dhiibay, in badan oo ka mid a muslimiinta inay kula wadaagaan faraxa, waxaa la wadaagaa tahniyadda, waxaa la wadaagaa salaamta, waxaa la wadaagaa faraxgelinta, waxaa la wadaagaa cafiska, maadaama maalin cafisa ay tahay iyadiyo u dambayda maalmihii cafiska oo aad iyo aad Ilaahay u tilmaamay, waa inaad adiguna iska cafiso. Ummadda muslimiinta ah, intii adiga wax kaa gashay inaad iska cafiso oo Ilaahay aad ka hodansato. Wax alla wixii dhibaho adiga ku gaaray ama masalanba aad isleedahay waxa weeye waxaad dadkii gaarsiida makhluuqaadkii nuucyadiisii kala gedisnaayaa jira inaad iska cafiyo si adigana lagu cafiyo oo wixii dhibaho adigu aad geysatay luguu dhaafo. Waayo aljazaau min jinsi alcamal kamaa tadiinu tudaan wa kamaa tacmal tujzaa baa la yidhi. Marka sidii aad camal fashaa lagugu jaasiinayaa adigana. Marka waxaan leenahay bishaan barakaysan yacni oo noo dhammaatay hambalyo hambalyo ayaan leenahay muslimiintoo dhan guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan haddana galmudug. Waxaan kaloo ku boorinhayaa galmudug inay isku tashi sameeyaan oo ammaankooda ay ku dadaalaan. Waxa ugu horreeya oo la ilaaliyo waa ammaanka, waa in la iska kaashado oo qof walbaahiba oo iska xilsaaro. Adduunka haddeertan waxa dhibka u geystay waa argagixisada. Marka ha loo midoobo argagixisada, in la iska ilaaliyo, la iska difaaco, la iska ilaaliyo, yacni laga hortago yacni makrigooda iyo balaayadooda, maadaama ay yihiin ummad ka soo horjeeda islaamnimada, magacii islaamkana ku qaraabanaysa. Waa in si wada jir ah looga soo wada jeestaa dhammaan ummadda nuucyadooda kala gedisan, meel kastay joogaan, mid yar iyo mid weyn, inay isku meel uga soo jeestaan. Amnigu waxaa la yidhaa waa gogosha. Haddii qofku gogol waayana ma seexdo, hadduu amni waayo ma seexdo. Marka amnigu waa gogoshii, gogoshaas in la wada ilaaliyo oo dhammaan loo wada istaago sidii aad weligeen ugu taagnaan jirteen, taasna aad iyo aadaan idinku guboorinhayaa. Waxaan leenahay hambalyo hambalyo dhammaantiin. Jazaakum ullaahu khayra aljazaa. Ramadaankii waxaan leenahay aan soo gudanay, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qabuulkiisa ha nasiiyo. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.